أكيد أكيد، أنا هذا هو عنوان ديال هاد، أنا قلتها وكنأكد عليها، سعينا دائما من خلالها في هذه الولاية ككل يعني ككل إلى تحقيق العدالة المجالية، لأننا واعون بأن الإقلاع الجهوي إقلاع جهوي حقيقي لن يتم إلا بعدالة مجالية من أجل يعني لم أو لا تقريب الهوة، لأن هناك هو أكيد أن هناك هو بين الأقاليم، وهذا هو الشعار ديال، وهذا المرة هذه عملنا أكثر وأكثر عليه لأننا مشينا في مشاريع ذات الأهمية بمكان اللي هي مثل تنمية دعمنا مناطق ديال الأنشطة الاقتصادية وهي عندها أهمية ديالها الخاصة، لأن كتعمل على التشغيل يعني خلق يعني خلق فرص شغل. بالنسبة لهذه المرحلة هذه كما كتلاحظون فإننا مشينا اليوم في واحد المجموعة ديال البرامج، مشاريع ديال البرامج المندمجة في عملتي وأقاليم المملكة، ومشينا بالجهة عفوا ومشينا بعدالة مجالية يعني لم يعني لأولى عدالة مجالية، لأن هناك خصص، هناك خصص حتى بالأقاليم اللي هي فيها يعني نقولوا هي أكثر نموا من باقي الأقاليم الأخرى، لأن خصوصا أن الناس كنصبوا في العالم القروي، والعالم القروي هنا يعني الخصص كاين مشترك، وهو أننا فك العزلة، هو الماء الصالح للشرب، هو الكهرباء، هو الملاعب ذو القرب من أجل تجويد العرض الرياضي بالنسبة لفئة الشباب. إذا أنا يعني كنقول أن مشينا ب 60 مليون درهم لكل إقليم، وهي يعني احترمنا فيها درنا فيها عدالة مجالية حقيقية، لأننا توجهنا بالدرجة الأولى إلى العالم القروي. وما يمكنش الإجماع، الإجماع ما يمكنش نحقق الإجماع دائما، كاين نقاط يعني كتستدعي أحيانا كتستدعي تعميق النقاش، تحويلات هذه تحويلات عندها علاقة بالمالية ديالنا، نقول بأن أمور كتستدعي أننا نمشيو كتستدعي أننا نراعيو بعض الأمور اللي هي مالية، لكن بالنسبة للنظام الداخلي كاين توافقات، حنا كنشتغلوا على التوافق، لأن بالنسبة لي أنا نقطة لا من الأحسن أننا لو ما كانتش ناضجة أننا نمشيو في النقاش ونمشيو في تعميق النقاش. بالنهاية يعني المجلس الجهة طنجة تطوان الحسين لحد الآن يعني خصوصا في هذه المرحلة هذه الأخيرة أننا مشينا بالتوافق، وأي نقطة كتكون يعني قد لا تكون عليها إجماع أو لا يكون عليها توافق يعني نفضل أن نؤجلها يعني حتى تنضج. هذه عاد يكون موضوع ديال الحصيلة سنقدمها إن شاء الله بإذن الله، وستكون بالمكتوب وبالفيديو الخطوط العريضة للولاية وللمرحلة ديالي أنايا. ولكن ما يمكن أن أقول هو أننا استطعنا أن نحقق التوافق، استطعنا أن نشتغل، أننا مشينا في يعني بالولاية منذ بدايتها حتى في هذه المرحلة الأخيرة، استطعنا أننا نمشي وكنشتغلوا بتوافق يعني بانسجام بيناتنا، يعني حققنا كثير ديال المشاريع اللي ستكون موضوع ديال الحصيلة في الوقت ديال إن شاء الله بإذن الله، يعني سيكون عندنا الوقت المناسب باش نعرضوا هذه الحصيلة اللي عادي تكون إن شاء الله تكون موضوع ديال الندوة الصحفية، وعادي تكون كذلك بالكتيبات وبالمنشورات وكذلك حتى بالفيديو. هذه الوثيقة المرجعية هي يعني في 12 جهة ديال المملكة كلها اعتمدتها، يعني كان بتفاوتات، كاين اللي عنده صدق عليها، كاين اللي بقي في الطريق. إذا هذه الوثيقة المرجعية هي استشراف، هي استراتيجية استشرافية مستقبلية لتراب الجهة، يعني للتنمية المجالية والترابية ديال الجهة معينة على مدى 25 سنة. هذا كل الجهات دابا المملكة ستصادق على هذه الوثيقة قبل نهاية هذه الولاية التأسيسية ديال الجهوية المتقدمة. إذا بالنسبة لنا حنايا بالفعل لما نعتمدها ستكون يعني موضوع تسويق ترابي، تسويق وتسويق يعني إعلامي، لأن عندما كنديروا شنو هو إعداد التراب الجهوي؟ هو أن كيف نعد ترابنا، كيف سيكون هذا التراب الجهة؟ إذا سيكون مفتوح للاستثمار الأجنبي والداخلي وكذلك، ومع كذلك تثمين كل الثروات وكل المدخرات وكل ما يمتزخر به الجهة من اقتصاد أزرق، من اقتصاد يعني من استثمارات داخل من مناطق صناعية، من مناطق حرة، منطقة حرة، مناطق حرة. إذا أنا بالنسبة لي يعني بالطبع ستكون موضوع تسويق ترابي، وبالنسبة كيعتمدوا حتى بالنسبة للمستثمرين الأجانب عندما كيجيو كياخذوا هذه الوثيقة، لأن به كيعرفوا فين أين هي مجالات الاستثمار، وأين يمكن أن يحصلوا على فوائد، على امتيازات هذه ضريبية، على أو على امتيازات ترابية، لأن هذه المناطق الأنشطة الاقتصادية هي تتمنح واحد الفرص ديال الاستثمار بامتيازات لمن كيرغب يستثمر في مختلف أقاليم وعملات ديال الجهة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.